نشكر الصحافة على تلبية الدعوة اليوم، واللي منكم عنده أي سؤال يتفضل. تفضل. مثل ما أعلنت إنه بعد أسبوعين رح يبدأ تصوير المسلسل، فهل تشوفوا الاستعدادات كانت كافية له يا بروفيسور؟ ما في شك إن الاستعدادات كافية، ولا ما كنا أعلننا عن بدء التصوير. ما أخفي عليكم إنه يعني توجد عندنا بعض المعقبات اللي قصدك عقبات؟ عقبات، أيوة نعم عقبات، بس هذا العقبات يعني عند بدء التصوير بتتذلل هذه العقبات، ما في شك. بروفيسور، بما أنك منتج هذا العمل، يا ريت بس تكلمنا عن هذه التجربة. حقيقة يعني بصفتي المدير العام لشركة بانوراما للإنتاج الفني، نحن يعني صبينا جهدنا في هذا العمل علشان هذا العمل يكون يعني أفضل مما يكون. ها؟ نعم. بالنسبة لعملية اختيار الممثلين كيف تمت يا أستاذ؟ اختيار الممثلين أنا حقيقة ما أتدخل فيه، اختيار الممثلين هذا من مسؤولية المخرج أيوب. أما أنا عن نفسي ما أتدخل في هذا الموضوع لا من بعيد ولا من قريب. الأستاذ المخرج أيوب هو اللي يعني بيشرح لكم كيف يتم الاختيار. تفضل أستاذ مخرج. شكرا بروفيسور، شكرا لكم. حقيقة يعني أمام الكم الهائل من الفنانين الموجودين على الساحة، كان عندي حقيقة الاختيار جدا فيه نوع من أنواع الاحتيار، حقيقة كان صعب جدا، ولكن مع جلوسي طبعا مع كاتب النص ومؤلف النص حقيقة يعني اخترت لبطولة هذا العمل الفنان المعروف القدير طبعا اللي هو طارق كستر، وكذلك يشاركه بطولة هذا العمل النجم الصاعد اللي هو منذر كستر. أخو طارق. نعم عيال كستر. وطبعا أيضا كذلك يشاركهم بطولة هذا العمل النجم المعروف أيضا يعقوب بهرج. هو يعقوب بهرج معروف لديكم أيضا طبعا، تعرفوا صحيح؟ نعم. وبالنسبة للبطولة النسائية من اخترت؟ بالنسبة لبطولة النسائية في هذا العمل طبعا احنا ما رح نبعد نهائيا عن عائلة كستر، بنت عمهم. نعم. بنت عمهم مرة شق رقبة. نعم. اللي هي طبعا كريمة كستر. كلثم كستر. نعم. وإن شاء الله طبعا ستشكل هذه العائلة طبعا نقلة نوعية غير عادية، أكدكم هذا الكلام في هذا العمل بالذات. نعم. بيكون نقلة ما مسبوقة نهائيا، لا قبل ولا بعد. بالضبط إن شاء الله راح تشوفوا يعني خلطة رمضانية من عائلة كستر في هذا العمل إن شاء الله. ارجع باك. मेरे काम है ना इधर जाओ यहाँ से निकालो किधर जाओ काम करता है ना तुम काम करो भाई मैं काम करता है हाय 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 झगड़ा मत करो बस काम करो दरमियाँ सर मैं तो सर भूल गया ना तेरे वक्त मैं कल ही नहीं आता अब से आज हुआ ये नमः मरहब हेलो وينك انت؟ صار لي فتره انا اتصل فيك. انا وين يعني؟ مو قال لك يعني انا في بانكوك مثلا؟ انا هنا، هذا مو يسمون هذا المكان، انا في البحر. ايوه. وش في صوتك بعد؟ ليش صاير ثقيل؟ صوتي ثقيل؟ ترى كل منكم انتوا اللي ثقلتوا الصوت.
يمسوي مسلسلات ما تطلبوني أنا، ما تجيبوني، خلاص نسيتوني. أنا الفنان عبد الرحمن اللي احترامي وتقديري ومكانتي، أنتوا ما تجيبوني ليش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي أصبر 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 شوي، خلني أتكلم أنا عارف ظروفك زين ومقدر وضعك من دون ما تخبرني، بس شو نسوي؟ هاي ترى ظروف التصوير، وهذا احنا لما صار معنا شغل طلبناك، يعني وش بيطلع بإيدي أكثر يا عبد الرحمن؟ هذه إمكانياتنا اللي نشتغل عليها، ما نقدر نرفع الموازنة، فأنتوا عاد اشتغلوا على حسب الإمكانيات الله يهديكم. كيف؟ بهرج طالب رفع أجره؟ ارفع على أجره، ايش نسوي مضطرين؟ لكن اسمع، باقي الممثلين ما أريد يكون عندهم خبر. يلا توكلوا على الله. كيف جاهزين؟ جاهزين بس قربكم. زين أمثل مرة ثانية؟ المهم اسمعني، أبغاك تقين اللوكيشن الحين. إيه الحين طبعا، ما عدنا وقت اليوم التصوير. بعدين لا تقول احنا ما اتصلنا فيك وما طلبناك، ترى شوف اذا ما بتجي بنشوف واحد ثاني، عاد وانت حرها. لا عند جيبوا عاد، انا جاي تو في الطريق، اجي زياره ما عندي، اوقف تاكسي لحظه، ابن التليفون اوقف تاكسي. يا تاكسي جاي لا تجيبوا حد، انا جاي ارسلي. وين هذا الان؟ مقبول يا مقبول، وينك انت؟ عطني ماي. بس خلاص، خلي روح. الو نعم، ايوه انا البروفيسور. يا هلا يا مرحبا. اي نعم اعرفك. ايش في المخرج؟ ايش سوى؟ لا ما من حقه يستبعدك. إذا ما أعطيناك أنت فرصة بنعطي من بانوراما ومدير بانوراما تحت أمرك، بس أنت أمري. المخرج؟ لا ما عليش من المخرج، أنا موجود. قولي لي مخرج الله يهديك، اعتبري نفسك أنت بطلة المسلسل. مر علي أنت اليوم وما يصير فالك إلا طيب. يلا مع السلامة. لا تخافي إن شاء الله. بصراحة يا حبيبتي هذا الخال ما عجبني، وأنا أريد أتزوجك. كيف بعينك؟ أي خال قول هذا الحال ما عجبني. هذا النقطة شوف. أي نقطة؟ وي ما أشوف خص صبعه قليل. بطل عيونك، الحال ما الخال. صح والله طلعت الحال. إيه لا والله. يا أستاذ يا بروفيسور، أنا اخترت اثنين إخوان لأسباب أخرى غير على الكلام اللي وصلت. وش هي هذه الأسباب؟ أقدر أعرفها؟ بص، في بينهم شبه كبير لهم إخوان، ويلعبوا في المسلسل دور إخوان في عائلة زيد، ومثل ما تعرف هذا يعطي مصداقية للمشاهد ويخدم المسلسل، ولابد تكون العائلة يعني فيها تشابه، فيها تجانس. إذا كان كذا ما في مشكلة، بس أنا حبيت أستوضح، تعرف كلام الناس كثير. بص أقول لك أيوب، في ممثلة كذا جديدة مثلت العام الماضي، تعرفها؟ اسمها، تقصد عايشة الدفع؟ أي الدفع؟ لا ما دفع، هاي واحدة ثانية. مريم غراب. غراب الله يهديك، أنت بعد غراب. لا واحدة ثانية كذا، ينشرب. تقصد هدى ريمبو. عليك نور، ريمبو هذه. شوف لها دور في المسلسل اريدها معكم، ممثله زينه. انت تعرفها العام الماضي ممثله زينه؟ لا خلاص، ما دام انك انت تقول زين فانت البروفيسور زين. لا زينه، لكن حاب اقول لك شيء، انه كل الادوار النسائيه في المسلسل خلاص وزعناها. يا اخي انا المنتج، ايش فيك؟ ضيف لها دور جديد خلاص. عادل، يا عادل.
شوف اللي دور في المسلسل حل هذه هدى. هدى من؟ هدى ريمبو. ريمبو ايوه هي هدى ريمبو. عطها دور كلثر كستر. هو شوف انا الافضل انه احنا نضيف لها دور جديد احسن، لانه بصراحه يعني كلثم كستر يعني صعب انها تترك المسلسل كونها بطله العمل يعني. يا اخي لا حول الله يا اخي. شوف انا المنتج ولا انت؟ لا لا طبعا انت. خلاص كلم الكاتب خليه يضيف له دور. هذه سالفه بعد ان شاء الله. من وين جايب لنا هذا انت؟ يا هدى يا هدى بس انت تعالي تعالي اللوكيشن وما يهمك معلش من المخرج. ايوه انا بتصرف كيفي. شوي شوي شوف شوف ايش مسوي دون صوت. لا لا هذا واحد هنا عندي. ايه لا لا بس تعالي انت تعالي ولا يهمك جيبي ملابسك معك. الملابس اللي موجوده عندك في المحل جيبيهم. ايوه قول شمي. أيوة لا خليك الحين هدى بكلمك وقت ثاني. يلا مع السلامة. مريم جاي تكلمك شوي بكلمة. من مريم؟ واوي بنت اختك مريم. بنت اخ مريم. هلا هلا خالي. هلا هلا بنت اختي. كيف حالك خالي؟ الحمد لله خالي. بصراحة عندي ملاحظة بسيطة. خير ان شاء الله تفضلي. خالي انا قريت النص وشفت في النص ان زوجي طارق حبيبي البطل هذا ايوه يموت في الحلقه اللي قبل الاخيره. ما يصير خالي ما يصير. صحيح ما يصير بس عاد ترى كاتب انه الكاتب في السيناريو وهذا ما يصير. ما علي خالي انت المنتج كلم الكاتب يغير السيناريو يغيره كامل ان شاء الله. خلي زوجي طارق حبيبي بدل ما يموت في الحلقه اللي قبل الاخيره خليه يموت في الحلقه اللي بعد الاخيره. ايوه بعد الاخيره. يا بعد الاخيره بعد الاخيره هو صعب لكن بنحاول ان شاء الله نكلمه. خالي بعدني عندي طلب. طلب صغيرون. قولي. بس بعد بيني وبينك خالي بيني وبينك. تعال انا سمعت معاكم واحده هنا في اللوكيشن ما اعرف ايش اسمها من زلقه. كلثم كلثم كسترا. ما كلثم ما كلثم اعرفها. كلثم واحده غير ما اعرف اسمها مريم بو شيء كذاك. هدى. ايه هدى ايش فيها هدى ايش فيها؟ هي هذه هدى الله يخليك في المسلسل لا تخليها تتزوج زوجي خليها بعيد عنا. اقول لك شيء زوجها منذ الكستر. يس يس فرحان فرحان يا زوج. استاذه اروح اراجع معها النص. روح روح راجع فكنا منه خلصت الماي اللي عندنا. ما شاء الله انت بكذا جاهز وبعد شوي بيجي المخرج يشوفك. يعني شكلي وهندامي كذي مناسب يا استاذ عادل؟ طبعا طبعا مناسب مره تمام. يعني لما يوصل المخرج بيعجب بي انا؟ شيء اكيد بينعجب فيك ما يبغى له كلام. انزين استاذ عادل السؤال سؤال طبعا. انا قريت المسلسل شفت ادوار رئيسيه ادوار بطوليه ادوار ثانويه. انا ما اعرف ايش دوري في المسلسل بالضبط. لا تحاتم هالموضوع تعال تعال استريح. حقيقه يعني المخرج معطنك دور ممتاز لا تخاف من هذه الناحيه. طبعا انت ممثل معروف ومشهور ولك مكانتك والمخرج يعرفك ويقدرك زين. احسنت استاذ عادل. انا كنت امثل زمان بس نسوني هذه الايام. السؤال الاخير سؤال اخير. انا من زمان ما مثلت واسئلتي واجد اليوم يعني. السؤال الثاني انا انت اللي مرشحني ولا المخرج؟ طبعا المخرج شيء اكيد. المخرج طبعا. يا عادل يا عادل ما يصير ما يصير هذا الكلام. ما في امكانيات فنيه معقوله. لا شاريو لا جيمي لا ميني جيمي لا كرين لا يعني مؤثرات مؤثرات المطر يا عزيزي. احنا كل مشاهدنا الحين اللي جايه كلها مؤثرات مطر. كيف بسوي؟ المشكله في الاجهزه وانا كلمت المنتج وقال طبعا الامكانيات ما تسمح. اي امكانيات؟ ازيدك من الشعر بيت. المنتج قال وين بيحذف مصففه الشعر وكومبارس ما في. لا 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 هذا جنون هذا جنون جنون ابدا. انا ما اسمح به. أنا مخرج يا عزيزي مخرج ما حل مشاكل. يعني ما عندي عصا سحرية علشان أحل كل هذه المشاكل. عفوا يا أستاذ عفوا أنت مخرج ولازم تتصرف وطلع نفسك من هذه المشاكل. من المرتب. أنت بعد من؟ من وين طلعت لي؟ إيش دخل هذا بعد يتكلم؟ أنا إيش أنا 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 لا تقول لي بعد ممثل. ما قادر أنت كلمتين ببعض تركبهم تصير عندي ممثل؟ إيش هذا؟ خذ هذا النص يا عزيزي وطلع. عادل أنت ما خبرت أنا من؟ هو صح انت من اصلا عشان تتدخل. انا من
عادل انا ممثل قديم قدير، تقول انت من؟ استاذه كلثم، اذا خلصت المخرج ينتظرك. قل له شويه وبخلص. اقول انتم جبتوا الباروكه مالي؟ بصراحه دورنا عليها في السوق وما حصلناها. والرموش الصناعيه؟ لا باروكه ولا رموش، بس هدى ريمبو معها باروكه قديمه، بصراحه ما اعرف وين جابتنها، ممكن اننا ناخذها من عندها ونعطيها. لا 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 لا، مش صدقك تكلم معي كذاك؟ انا كلثم كستر استخدم باروكه هذه المعفنه بنت الريمبو؟ ها اقول لك اطلع من قدامي، اطلع من قدامي سر. قاصر علي بنت الرامبو، ما ادري من هين يطلعوا لنا ذي الاشكال. يلا يلا يا ابوي يلا، خلصني خلصني كذا. فهمت الحين؟ كل مره الواحد يعلمك. يلا بسرعه، طول عمرك ما تفهم. المهم خلصني خلصني، يلا يلا يلا. جاهزين شباب هناك؟ جاهزين؟ الله يخليكم. جاهزين جاهزين استاذ جاهزين. تمام. كثم كسر جاهزه؟ جاهزه استاذي، جاهزه على راسي جاهزه. تمام تمام. ريكورد كاميرا. اوكي. شيل النظاره. كريكت سين 18 شوت 4 تيك 12 5 اكشن. اقول زون تراني ما راي مصبر. هي نعم ما راي مصبر، كل ما راح ادخل صح. اسف استاذ منعيد لو سمحت. اقول زون تراني ما راي مصبر. هي نعم ما راي مصبر، كل ما راح ادخل ابوش ركض وراي بقب. نعم هي بالله ركض وراي بقب. مو تباني اسوي يا خلفان، مو تباني اسوي. صابوي وما روما خالفه. حاولت اقنعه ماشي في عيده معاه. مطر مطر الله يخليكم. مشكورين يا شباب، أدائك رائع يا كلثم، أدائك رائع جدا جدا جدا. استراحة بسيطة وإن شاء الله بنحاول تصوير. إن شاء الله. أغير ستايل. يعقوب بهرج، يعقوب بهرج، يا عادل، عادل. نعم أستاذ، نعم. يعقوب بهرج الله يخليك، نادي لي. أستاذ يعقوب بهرج ما زال في المكياج يعني، فهو بصراحة شكله مستاء من الوضع وما عاجبنه. فإيش رأيك لو استبدلنا عبد الرحمن مكانه؟ لا والله. شلونكم انتوا تخرجوا عن المسلسل وتقولوا بعد اكشن؟ لو سمحت انا بروح انادي وانا بقنع. طبعا يسيء يا استاذ الله يهديك، طبعا يسيء. يعني هذا حلم اوكي، احنا ما اختلفنا في هالموضوع وموجود في السيناريو، بس اني اروح والبس ملابس شخص فقير، ليش؟ ليش البس ملابس شخص فقير؟ مش محتاج الموضوع يعني، الفقراء بس اللي يحلموا، احنا ما نحلم؟ بعدين ايش فيها هالملابس؟ ما فيها شيء يا استاذ، امبوسيبل بصراحه. شوف شغلك يا عادل، يعني روح شوف شغلك.
عادل ما يصير كذاك. 20 مشهد مصورين لحد الآن يا أخي، إحنا مرتبطين بموازنة وهذه خسائر علينا التأخير، هذا ما يصير. أستاذ أنا أتفق معك، بس المشكلة بصراحة في الممثلين، يعني هم سبب التأخير. لا تقول الممثلين، الممثلين من قابهم؟ قول لي من قابهم الممثلين؟ المخرج. أحسنت، المخرج هو سبب المشكلة، المخرج هو اللي جايب لي هذا مدير التصوير التعبانة اللي عندك، المخرج هو اللي جايب لي هذا الطاقم اللي قاس الشغل على راحته، كل المشاكل والتأخير سببها المخرج. لا تقول لي، شوف اتصل فيه وقول له انه عنده اسبوعين غيرهن ماشي، اذا ما خلص العمل انا بستبدله بمخرج ثاني. انا ما ممكن كذا. عفوا استاذ، بس انت قلت لنا 3 أسابيع العمل. اسبوعين ماشي غيرهم، سمعتني يا عزيزي؟ ما يصير يا اخي، كيف تغير في اخر لحظه واحنا متفقين من البدايه؟ يا عزيزي بيضيع الشغل علينا كامل. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يلا مع السلامه، حياك الله. خير، ايش هناك؟ عفوا استاذ، اليوم ما في غرفه نوم. كيف يعني ما في غرفه نوم؟ الشخص اللي منسقين معاه غير في اخر لحظه وما راضي يعطينا، طبعا هو زايد في السعر واحنا ما فينا نزيد. طيب وايش الحل؟ انا اشوف انسب حل ان نفركش بصراحه. كيف نفركش؟ لا طبعا، ما حد يقرر الفركشه في اللوكيشن الا انا. اعطيني نص. امسك، جيبوا له غرفه نوم وخلوه هنا، اقصد سرير النوم حطوه هنا. بس عفوا استاذ، هذه حديقه، يعني كيف نجيب سرير نوم؟ انا المخرج وانا اللي بحل المشاكل، مثل ما اقول لك جيب لي سرير النوم وحط لي اياه هنا في الحديقه. طيب لو حطينا سرير النوم يعني كيف بتكون غرفه نوم؟ الله يهديك يا عزيزي، انا بغير كل شيء في المونتاج، يعني بغير الخلفيه بخليها غرفه نوم حقيقيه، مفهوم؟ تفضل اشتغلوا. جيبوا لنا سرير نوم. ريكورد كاميرا. اوكي. ايش اوكي؟ شيل النظارة قبل، كيف بتصور بالنظارة يعني؟ ريكوردين؟ اوكي. كلاكيت؟ سين 2 تيك 1 شوت 20. عيد. 5 4 3 2 اكشن. ايش ذا الحرمة؟ كل يوم نايمة. استاذ المخرج. نعم. وين النقطة عشان اشغل الليت؟ اي مكان، بس اضغط على الهواء واحنا بعدين بسوي في المونتاج، بنركب كل شيء في المونتاج. تفضل. ان شاء الله. لا 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 لا، ستوب يا عزيزتي. ستوب، ارجوكي لا تفتح عيونك. زين يعني انا تقلبت؟ ممنوع الواحد يتقلب؟ يا عزيزتي انا ما عندي مشكله انك تتقلبي، لكن لا تفتح عيونك، ممكن لو سمحتي؟ تفضلي مره ثانيه، بنعيد. نعيد استاذ؟ نعم، يلا تفضل. سين 2 شوت 1 تيك 21. 5 4 3 2 أرجوك ستوب، الله يخليكم. يا عزيزتي قلنا لك لا تفتحي عيونك، لا تشوفي على الكاميرا. من قال لك إني أنا شفت على الكاميرا؟ ولا وين كنت تشوفي؟ أنا شفت هنا. يا عزيزتي ما هي هذه الكاميرا، هذه هي الكاميرا، أنت حتى الكاميرا ما عرفتنا وين. يلا بنعيد مرة ثانية من قريب. نعيد ستوب؟ تفضل، بنعيد مرة ثانية من قريب. كراكات تفضل لو سمحت. سين 2 شوت 1 تيك 22. زحفي شويه، لا اريد انام. زحفي شويه. لا استاذ، ايش هذه الممثله؟ ايش فيها يعني؟ ما هو هذا اصلا احسن دور، انت نايمه على طول، يعني ما تسوي اي شيء، تاخذ فلوس بالمجان عادي صح؟ صح طبعا عادي، يرميني على الارض طبعا. انا ما عاجبني الدور، ما اريد امثل معك بعدين. وش هالدور يعني؟ ايش معطيني في المسلسل؟
كله صامت، خير شر وجهي ما يبين، ما اريد امثل معك. اقول لك شيء، تعال مثل بدالي، يعني الدور لايق لك. لا 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 لا، استوب استوب، ما تكسر الكرفاية، ما تتحملك. ايه لا لا لا، اعتبري نفسك خلاص من المسلسل الجاي، انت وحده من ابطال العمل اللي عندي. ايه لا تخافي، ما عليش، ما عندش البروفيسور الله يهداش. ها لا 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 لا، ما عليش، لا مخرج ولا غيره، انا المسؤول. نعم لا، لحظه شوي، لحظه. شفت كيف، شفت كيف، شفت المخرج ايش سوى فيني؟ ايش سوى؟ خير ايش سوى؟ المخرج جالس يصورني، لا مطلع وجهي ولا خلاني اتكلم، صمتا بكما، يعني انا خير شر ما واضحه بالمسلسل. صمتا بكما؟ لا 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 لا، ما لحق صراحه، هذا المخرج ما لحق. كيف يطلع بعدين؟ انت لجمهورك؟ لا لا، لجمهورك، جمهورك بعدين بيحتجوا علينا. كيف لو ان اول مسلسل لك، لكن لجمهورك ما اقول لا. انت تعرف اصلا انا ما بقيت حد ما خبرت اني انا رايحه امثل، ايش بيقولوا عني الناس؟ صحيح صحيح صحيح، يعني روح تصرف مع مخرجك. لا لا، خلي علي، خلي، انا بتصرف. اطمن؟ طبعا، كم هدى عندي انا، ما تهوني علي بعد. هدى، هدى رينبو، خلاص روح ارتاح انت هناك وانا بتصرف. ايوه، ايش كنا نقول؟ ايه ايه، لا لا لا، بالنسبه للمسلسل اعتبر نفسك معاي. مري علي اليوم. ها ران كاميرا. اوكي، 5 4 3 2 اكشن. سين 30 شوت 2 تيك 9. عمي البوش وسقيناه، والهوش ورعيناه، والمحصول وقنيناه. يا أستاذ لحظة، مكتوب في السيناريو إنه جالس معي على الأرض، كيف هو جالس فوق الكرسي وأنا جالس تحت الحين؟ لو سمحت، لو سمحت، في مخرج هو اللي وقف المشهد، مش أنت، أنت ممثل. يا جماعة الناس هذيلا تجيبوهم من وين؟ الله يهديكم. بس وبعدين أنا طول مسيرتي الفنية أجلس على الأرض، ليش؟ ليش يا أستاذ يا مخرج؟ هذا اللي مكتوب في السيناريو. خليك من السيناريو، عندك مخرج. ما علي يا عزيزي، ما علي، ماشي مشكلة، هذه الأشياء كلها بنعالجها في المونتاج. يلا ما مشكلة، بنعيد مرة ثانية. 5 كيو يعني نصور؟ نعم، يعني المجهود، قاعدين نبذل مجهود، يعني هي الفكرة بس. يلا نعيد تصوير. إن شاء الله صار. كيو. البوش وسقيناه، والهوش ورعيناه، والمحصول وقنيناه، وكل العمل وخلصته عمي، ماشي، عندي شغل ثاني. خلصت؟ خلصت عمي. روح. أروح؟ روح. وين؟ روح. ان شاء الله، ان شاء الله عمي. ابوي ابوي. ايوه يا بنتي. ابوي، في واحد يريد يجي ويتعرف عليك يا ابوي. ها؟ ايوه، انا اعرفه هذا الشخص وما احبه. بس يا ابوي انا احبه، احبه يعني احبه، وباغي اشرد معاه. تعرف ايش يعني اشرد معاه؟ يا لحظه يا استاذ، يا مخرج، الأخت هذه تسرق عني الكاميرا، ما يصير هالكلام. ماشي مشكلة يا عزيزي، ماشي مشكلة، تفضل تفضل تفضل، نعيد مرة ثانية. وأنا باغية أشرد معاه، أشرد يا أبوي، أنا أحبه. ها؟ تحبيه؟ أي أي يا قلبي. أبوي. أبوي. أبوي أبوي أبوي. ستوب ستوب، أنا طلعت من المود يا أستاذ، القلب بعدين على اليسار ما على اليمين، ما يصير كذا، مودي مودي اخترب. نعم؟ الأستاذة أنت طبيبة ولا فنانة؟ فهموني يا جماعة، يا أستاذ يا مخرج، قول حاجة، ما يصير هالكلام. أنا يعقوب بهرج طول مسيرتي الفنية ودائما أمسك قلبي هذا الصوب. ما علي يا عزيزي، ما علي، ماشي مشكلة، هذه الأشياء كلها بنعالجها في المونتاج. لا في مشكلة، ليش ماشي مشكلة؟ أنا أقول لكم حاجة، بريك، أعطوني راحة. أوف استاذ، ايش في هذا المهرج؟ ترى ما قلت شيء. يلا استراحة بسيطة وبنعاود نصور مثلا المشهد. اتفضلوا اتفضلوا. ان شاء الله ان شاء الله. سب كاميرا. استاذ رجاء، لو تحاول تخلص بسرعة لانه ما في وقت. يعني ايش انت شايفني الحين؟ جالس اطبخ بيض؟ انا يا رجال انا جالس اصنع فن، اصنع فن.
يا استاذ تطبخ بيض تصنع فن اي شيء، المهم حاول تخلصنا عشان المنتج شويه ما عاد من الوضع. خير ايش هناك؟ بخصوص هدى ريمبو. مالها بعد هذه هدى ريمبو؟ هدى ريمبو زعلانه، وطبعا اذا زعلت المنتج بيزعل. ويزعل ليش؟ شوف هدى ريمبو اساسا ما عاد بدنا الوضع لانه مشاهدها كله صامته وما تتكلم، وايضا نفس الشيء يعني وجهها ما ظهر كثير، فحاول انك تعطيها مشاهد يكون فيها حوارات وتفكر من هذه السالفه. طيب وش نسوي؟ والله مثل ما انت شايف يعني خلاص زيدوا لها ادوار زيدوا لها مشاهد. طيب كيف بخصوص التتر؟ لا هذه مفهومه طبعا، معروف هذه من البدايه اصلا معروف. طارق كستر، منذر كستر، كلثم كستر، ومن ثم طبعا المشاركه في البطوله اللي هو طبعا يعقوب بهرج، معروف الكلام. ما يصير استاذ، بس يعقوب بهرج هذا لقبلهم ونجم يعني فاكيد بيزعل. يا عزيزي ماشي مشكله مع يعقوب بهرج، ماشي مشكله، هو بس اهم حاجه يطلع يعني كشخه ومرتب وجميل وتعني شغلات الله، بس بدي اقنعه ان شاء الله بس خاطرك على طيب. عادي يعني؟ عادي جدا، تفضل. يلا يا شباب احنا طبعا بنريح شويه ومن ثم نعاود تصوير. انت بعد لابس نظاره؟ انا اقول ليش الفوكس ما مرتب ولا نظيف؟ حتى الصوت خربان استاذ. لا اله الا الله. طيب وعلشان هذا السبب بعد بنعيد مره ثانيه المشهد. يلا تفضلوا. البوش وسقيناه والهوش ورعيناه والمحصول. الواحد الحين يقدر يروح ينام وهو مرتاح. خلصت عمي. عمل ما شاء الله طيب. خلص. حتى الان البدايه طيبه المسلسل يا بروفيسور. لازم تكون طيبه يا اخوي، لازم تكون طيبه. عمل هذا عمل متعوب عليه. متعوب عليه وايد، وانت ما ظهرت الا بثلاث مشاهد. اللي عارف انك البطل وانا اخو البطل. ابوي القصه كذي حبيبتي، القصه تعرف عليك هين القصه كذي. ما في شك انك انت البطل يعقوب بهرج، انت معروف. باغي اشرد معاه، تعرف ايش يعني اشرد معاه؟ كلثم كستر طبعا طبعا معروفه. شكرا شكرا لك استاذ، انت طبعا استاذي على راسي استاذ ايوب بصل. بس متى مسلسلنا الثاني؟ اكيد طبعا بعد ما يخلص الاستاذ منصور من كتابه المسلسل مباشره بنصور. انا خلاص بطلت الكتابه، اعتزلت الفن. لا حول. بس يا جماعة الخير ترى العمل زين. زين ولا ما زين؟ زين. كيف ما زين؟ متعوب عليه، هذا إنتاج قوي. طبعا مصروف عليه أكيد، ما في شيء. تفضل. لا تفضل. تفضل. لا والله لا ما يصير. يصير. سن سن. منورنا اليوم ما شاء الله. نور نورك. الله يخليك. الله يخليك. خلنا نسمع أصداء الناس كيف عن المسلسل، إن شاء الله يعرض الحين. لا لا تأكد، دام أنه عمل أنا موجود فيه فتأكد أنه العمل ناجح 100%. ما عندي شك طبعا. ما عندي شك. بعدين هذا عمل ترى صرفت عليه موازنات كثيرة طبعا، فلوس فلوس هذا، وإنتاج طبعًا. إنتاج ما مقصر. وعندك أيضا ممثل جيد ونجم. ما عندي شك طبعا. ما عندي شك. يعني كيف ما يصير؟ يعني أنت حط في بالك هذا أنا يعني يعقوب بهرج في العمل هذا، يعني كيف ما ينجح؟ صحيح صحيح. ابتسم للناس يطالعونه. هلا أشوفهم يطالع. انشار